المقادير اللي هستخدمها، هذا الرز مغسل ومنظف، عندي جزر مبشور هنا، هذه البهارات، وفي سكر، ماجي، شوية صلصة طماطم، هذه طماطم مقطعة، بصل، زبيب، بصل، زيت، وهذا اللوز عشان زين كذا. هنزل الجزر في قدر، نزل عليهم الزبيب، نزل عليهم شوية زيت، بعد ما قلبت الجزر والزبيب شوية على النار هنزل عليهم بصل مفروم ناعم، شوية طماطم، هنزل عليهم شوية سكر ورشة ملح كده بسيطة، نقلبهم سوا. آخذ شوية من مرقة الدجاج وننزلها هنا على الزبيب والجزر. هسيبها شوية كده، بعدين خلاص تصير جاهزة معايا، هستخدم منها شوية على مع الرز والباقي نزين فيه الوجه. قدر تاني هنزل عليه شوية زيت، وننزل معاه هذا البصل المفروم. بعد ما قلبت البصل مع الزيت هنزل عليه حاليا البهارات، هذه بهارات مشكلة، فلفل أسود وملح. من الجزر والزبيب اللي جهزتهم هستخدم شوية وننزله هنا على البصل مع البهارات. خلاص كده صارت جاهزة معايا، هنزل عليها الرز، طبعا الرز حبة طويلة زي ما شايفين. نقلب الرز قبل لا ننزل عليه المويه مع الخلطة حقتنا. هذه الحركة عشان تعطي لون للرز. دحين هاخذ من المرقة حقت الدجاج وننزل عليه. لما تنزلوا المرقة على الرز شوفوا كيف، تقريبا نص سنتي فوق الرز عشان الرز ما يخبص معاكم أو يعجن. عليت النار عليها لحد كده ما تمتص المويه، الرز يمتص المويه، بعدين نوطي النار ونغطيه. خلاص كده هوطي النار عليها ونغطيها ونسيبه لحد ما يستوي الرز. يا سلام يا سلام. هذا الدجاج اللي سلقته، اخذت شويه من المرقه حطيت عليها شويه خل، عصرت عليها ليمون، وهحط شويه معجون طماطم. هضيف على الخليط شوية دبس رمان، هنا بيعطي نكهة حلوة للدجاج. طبعا هنا الحين هندخله على الفرن عشان نحمره. بس كده الخليط صار جاهز، ننزل شوية شوية على الدجاج. هذا الدجاج صار جاهز معايا للفرن. طبعا الخلطة هذه نزلتها ورجعتها كم مرة بس عشان تعطي نكهة للدجاج. دحين هدخله على الفرن. خلاص كده جاهز معايا، هدخل على الفرن. هذا مو فرن، هذه قلاية هوائية، لكن فيها ميزات من ضمنها انه ايش؟ انه فرن. نحط على الدجاج وخلاص كده نسيبه يستوي. طبعا هذه اللي نارها تبعه. نرجع على الرز، الرز تقريبا صار جاهز، شوفوا ما شاء الله كيف الحبة بحبتها. رجعت للزبيب والجزر هنا، خلاص بما انه الطبخة اصلا صارت جاهزة هنزل هنا عليها حبة ماجي، نقلبها سوا وبعدين نوريكم كيف اسوي. شوف الدجاج ما شاء الله بدأ يتحمر. شوف الدجاج ما شاء الله بدأ يتحمر. خلاص شوفوا الدجاج ما شاء الله تحمر معايا، دحين بس ابغى اقلبه على الطرف الثاني عشان يتحمر من كل الجهات.
خلاص كده قلبت الدجاج، نقفل خلاص هي تشتغل لوحدها. خلاص كده الدجاج صار جاهز ما شاء الله تبارك الله. نقلي هنا اللوز، هذا اللوز اللي هزين فيه الرز. طبعا اللوز ما بياخذ وقت، نص استوى كده وبترفعوه لانه بيكمل استوى لوحده. شوفوا كيف؟ بس اخذ هذا اللون خلاص الحين نشيله. ليش؟ لانه هيكمل استوى لوحده. كده ما شاء الله صار جاهز، احلى بخاري جهزوه عندكم في البيت ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. نقول بسم الله، بس ندخل هنا على الدجاج. يا سلام زي النار. اوه بالعافيه.